لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا لا إله إلا الله الله علي يا حد مكفل متوخر وانت متهزل ملاهي يرالك محد يشرك حد يشرك حد معاك ابن كلام ولا قال من عدم نحبل اياك الا ما نعدام والله يا خوتي لا ينحل والله قفوة والله قفوة على القداية هذا ما بين يبقى حد واللي فقه من الكلام ما هوش خاطر سمعوا بعد ولا هوش شين ولا حرام ما يا وش قادر سمو بعد وش قادر سمو بعد ويا وش جاي لا حرام ما هو اليوم وش قادر سمو بعد ما يا ما يا ما هو ما هوش قادر سمو بعد لا هوش جاي إذن شكرا تيمي. دخلنا لبتيت والدخول إلى لبتيت عودة إلى الذكريات. معنا في هذه الحلقة الفنان الشاب لوليد والسيدي والجندني. ولوليد ضيف عزيز علينا في هذه الحلقة إذ له معي ذكريات عندما كنت أقدم السهرة الأدبية الإذاعية. كان ضيفي كل مساء يرافق الشعر بصوت العود المتميز. الله يبعد اللحس بعلم الله تعالى. أذكر له مقاطع محاكاة وأود أن يحاكي هنا. يا جارة الوادي قربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. فهل تقبلون لوليد في محاكاة فيروز؟ لما أدري ما طيب العناق على الهوى حتى تنفق سعيدي فطوات وتودت أعطاف بانيك في يدي وحضر ودخلت في الليلين فرعك والدجى ولدمتك الصبح المنور فاك وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في يوقة الهوى عيناك لمس من عمر الزمان ولا غدر جمع الزمان فكان يوم
إذا شكرا جزيلا لليل تركاوي. أعتقد أن هذا الأداء لا يبعدنا عن الذكريات، لا يبعدنا عن النص الشعري الذي ينحو نحو الرومانسية. هلا قدمت نموذجا شعريا. شكرا. حان وقت المساء وكاد الليل أن يلبسنا درعه، وأعتقد أن أجمل ما يختم به نهار هو ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصيدة كتبت في إحدى الذكريات الماضية 1411 للهجرة بمناسبة مرور ذكرى سيد الخلق محمد بن عبد الله النبي العربي صلى الله عليه وسلم. يقول النص عنوانه خزنة النور: يا حزمة النور والظلماء موحشة وسبل مكة ملأ بالسنانير، تغدو العصافير فيها وهي خائفة لا تطرب الهر أنغام العصافير، وبيد مكة غرثى للولاء بمن لدن الوجوه وأعمار الأزاهير، والمقترون عبيد والدنانير رب الساحتين وعباد الدنانير، عقائد الشرك في أم القرى سقط من المتاع ومن مزج الأساطير، تطالها فتكات الروم آونة مزنرات دلاصا بالزنانير، حتى الأحابيش والفرس العجوز ترى في العرب شعثا على تلك الأباعير، وفي الجزيرة أعراب قبائلها تدي المغاوير عربا بالمغاوير. يا حزمة النور في ظلماء موحشة تبارك النور، يا سر المقادير سهل على المرء إكناء وتعمية لو كان سرك يكنى بالتعابير، أشعلت بالحق حربا ولا يسعرها جند تحدر من جند مساعير، خيوط فجرك روح في تألقه سر النبوة يزجى بالتباشير، معيارك العدل لا معيار يعدله لو قارن الناس ما بين المعايير، أطاؤك سر غض لا تغيره شهب السنين وهبات الأعاصير، به استرد نظام الكون جوهره واستوحشت منه أطناب الدياجير. هذا المقطع الأول والثاني من قصيدة حزمة النور. شكرا. إذن شكرا أستاذنا كابر، وكما أشرت فالليل بدأ يلفنا ظلامه الجميل هنا على هذه الأرض المرشوشبة الأفقادة. قبل أن نستسلم لسكينته نود أن تسمع ناديمي مقطعا غنائيا آخر. Thank you.
وين الحضرة بدر عاد بنول وروس أخشام كدر تقال وتتحدين يمدر ويقبع في القمايب وما يزاد إلا مشوقية أفراد وشيق دبي أفعام فولان وكون اللي من حين ما يبقى شوق أدرس مدايا ولا يبقى في العين يخزين ولا يبقى مقوف لبيه ويبقى ما ودى حق تراب ما يكيد راب خرزي ولحق امال زاد حبيب ما يود رود اقترا ما يكترا اقرا زيه يجو حق مالي اجاد حليت ما يا ورود رود لا يا ايلم انا لا اله الا الله انا Thank you.
شكرا ديمي وشكرا لموريتانيا أفراح لتأتي في الحفلات التي شاركتنا في رسم لوحة هذه الحلقة. موريتانيا أفراح لتأتي في الحفلات، صندوق بريد 2106، هاتف 536-57، شارع الجنرال ديغول، قبالة مدارس الكرامة الحرة. شكرا ديمي مرة أخرى، شكرا أستاذنا الكبير محمد كافر هاشم، شكرا لليل. أيها الإخوة المشاهدون، سكن الليل ولا قلب له، أيها الساهر يدري حيرتك، أيها الشاعر خذ قيثارتك، غني شجانك واسكب دمعتك، غنيه حتى ترى ستر الدجى طلع الفجر عليه فانتهت. إذن أعتقد أننا استسلمنا بالفعل إلى ظلام الليل الجميل. لكم كل الشكر، وشكرا إخوتي المشاهدين.